اهلا وسهلا بحضراتكم. الفقره دي هنتكلم فيها عن مشروعات النقل والخطه القوميه للطرق والكباري. احنا شايفين طبعا الطفره في الفتره الحاليه علشان نواكب التوسع في المجتمعات العمرانيه الجديده والتوسع في شبكه الطرق، ده لتقليل الكثافات المروريه وخفض معدلات الحوادث. طبعا ده هدف من الاهداف، و عندنا تطورات ومشاريع كبيرة مش بس علشان المجتمعات العمرانية، ولكن احنا لما نيجي نبص برضو على المخطط اللي كان موجود لمصر، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا عندنا اكتر من 40% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون اي عوائق طبيعية. طيب ده يعني نربط بقى الكلام ده ازاي؟ في عندنا ماستر بلان، يعني خطة كبرى كده شغالة اللي هي الخطة المخطط الرئيسي اللي شغالين بيه. الطرق والكباري دي هتعمل لنا ايه في الموضوع ده؟ ضيفنا وضيفكم النهاردة الدكتور أحمد موسى، خبير اقتصاديات الطرق وهندسة النقل. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. قول لي دلوقتي لما تيجي تبص على المشاريع القومية اللي شغالة للطرق والكباري النقل عموما في مصر، ايه ملاحظاتك؟ يعني هل ايه الاختلاف ما بين دلوقتي وما بين قبل ما يتعمل المشروع ده؟ هل في فرق كبير ولا ما فيش فرق كبير؟ طبعا يعني في فرق كبير حصل. احنا شبكه الطرق اللي في مصر اللي كانت بتخضع لايه، شبكه الطرق القوميه اللي كانت بتخضع لاداره وزاره النقل كانت حوالي 23000 كيلو. 23000 كيلو. 23000 كيلو. تم زيادتها بنسبه تتجاوز 23% ببناء حوالي 4460 كيلو من المحاور وليس الطرق. احنا نتكلم عليها فكر المحاور في وقت قد ايه؟ سنتين تقريبا او سنتين ونص. واحنا كان عندنا 23000 كيلو دول على مدار كام سنه؟ على مدار السنين اللي فاتت كلها 30 سنه. فاتبنت الشبكه الجديده دي اتبنت بفكر المحاور التنمويه وليس بفكر بس ان هي تبقى شبكه طرق او طرق عاديه للعربيات او او للبضائع. ليه اتبنت بفكر يبقى عندك مجموعه من المحاور العرضيه اللي بتربط اقليم النيل او وادي النيل في اتجاه كف للصحراء الغربيه، وفي نفس الوقت تربط الموانئ على محور البحر الاحمر والبحر المتوسط بمحاور عرضيه. المحاور دي هتعمل ايه؟ المحاور دي انت حضرتك بتتكلم اول حاجه توفير ازمنه الرحلات. انت بتتكلم ان زمن الرحله دلوقتي من القاهره لو خدناها كمركز واقصى نقطه في شرق مصر هتبقى اقل من 4 ساعات، واقصى نقطه من حوالي 7 ساعات قبل كده، واقصى نقطه يعني نزلتها اكتر من النص، اكتر من 23%. يعني في المتوسط ازمنه الرحلات على شبكه الطرق بين اي نقطتين في الجمهوريه قلت بحوالي 23 ل 27%. ده معناه ايه؟ ده معناه وفر وقت وطاقه ومجهود اكيد يقدر باكثر من مليار او 1.2 مليار جنيه سنويا. ده توفير الوقت بس. هتنقل البضائع قد ايه كمان؟ هي يعني انت لما بتيجي تحسب طرق وكباري انت ما بتتكلمش على طريق طوله 100 كيلو. لا انت بتتكلم على طريق طوله 100 كيلو بيقلل في التكلفه قد ايه، بيقلل في العوادم قد ايه، بيقلل في الطاقه المستهلكه قد ايه، وهيستوعب حجم منقول يعني مثلا شبكه الطرق الجديده دي هتستوعب 23% زياده من حجم المنقول من البضائع. هتستوعب يعني حوالي 700000 طن يومي. ده في اللي اتعمل. في اللي اتعمل ده لسه المرحله الاولى والثانيه. في المرحله الثالثه بحيث ان الشبكه هتكمل هتبقى في حدود 7000 كيلو خلال السنه القادمه ان شاء الله. بالاضافه الى الشبكه الجديده دي فتحت لك محاور تنمويه. معلش عفوا انا اسف. تمام. فده هيزود لك الطاقه الاستيعابيه قد ايه؟ دلوقتي زادت 23%. تمام. لما يخلص هتزود الطاقه الاستيعابيه في حدود الثلث 33%. من يعني زودت الطاقه الاستيعابيه بتاعت شبكه نقل البري عندك اللي هي بالشبكه الطرق بقى حوالي 33% في اربع سنين. تمام. ده بالاضافه لايه؟ انت فتحت محاور تنمويه جديده هتستوعب في مشروع 1.5 مليون في الدال، فبالتالي كل المحاور دي زي محور منخفض الخطاره او محور سيوه كغبوب او غرب المنيا كل العرضي دي كل المحاور العرضيه بالظبط هتستوعب الزيادات السكانيه. انت متوقع زياده سكانيه على سنه 2027 تتجاوز 115 مليون بني ادم. فانت عايز تفتح مدن جديده وتفتح مجتمعات تنمويه جديده. معلش عفوا برضه
115 مليون ده لو فضلت في معدل النمو السكاني 2%. تمام. وانت المعدل بتاعك دلوقتي كام؟ يعني احنا في معدل 2.5، يعني تقريبا 2.5 داخلين على 3%، مش كده؟ فلو يعني هذا المتوسط، يعني المتحفظ، يعني اللي هو بيسموه الميديم جروس ريت، هتبقى في حدود 2%، متوقعين نوصل 115 مليون على 26 27. فبالتالي انت محتاج تفتح محاور جديده عشان تخلق مجتمعات تنمويه جديده تقدر تستوعب الزياده السكانيه اللي هتحصل لك على الفتره اللي جايه. معروف في تخطيط النقل، في يعني في ادبيات تخطيط النقل، ان المحاور سواء كانت سكه حديد او طرق هي محاور تنمويه. كل يعني في علم اسمه او يعني مصطلح اسمه التي او دي او ترانزيت اورينتد ديفلوبمنت، ان انت لما بتبني شريط سكه حديد التنميه بالنقل او تبني شريط مترو او شريط ترام زي هليوبلس او ترام هليوبلس او المترو هليوبلس، انت بتساعد انت تخلق مراكز او قيمه مضافه عاليه جدا، مراكز اقتصاديه حوالين هذا الخط. خليني اخدها نبسطها وقول لي اذا كنت كلامي ده مظبوط ولا لا. زمان كان عندنا فكر الساحل مثلا، الساحل الشمالي او الساحل الشرقي على البحر الاحمر، كنت بتاخد حته كده قبل عندك الطريق اللي ماشي خط، وانت عندك الشط والبحر، فبتقطعه زي حته التورته كده، بتقطعه حتت وايه وتبني عليه. ده ما كانش فكر يؤدي الى تنميه متكامله، بتؤدي الى تكوين مجتمعات. فالنهارده حضرتك بتقول لي ان الفكر اللي شغال دلوقتي فكر تنموي، يعني بيخلق مجتمعات، يعني الفكره القديمه دي انتهت. بالظبط، لان الاتجاه العالمي دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول ان سنه 2030 40% من الاقتصاد الدولي او الاقتصاد العالمي هيبقى متركز في المدن، المدن هي اللي تصنع الاقتصاد وليست المدن الكبيره وليست الدول. فبالتالي انت محتاج تخلق المراكز اللي هي متكامله وفي نفس الوقت مضغوطه كومباكتد، ان كل احتياجاتها من القدره على التنقل والوصول اليها والاحتياجات كلها متكامله باسرع وقت. في نفس الوقت تكون متوصله تانية بشرايين نقل حيويه للمنافذ، سواء كانت المنافذ دي منافذ بريه او منافذ زي الموانئ. فبالتالي المنظومه في مصر احنا برضو عندنا لسه حته مشكله. ايه؟ ان المنظومه في مصر معكوسه شويه. من ناحيه؟ من ناحيه مثلا ان حوالي 90% من نقل الركاب بيتم على شبكه الطرق. يعني انت احنا عندنا الميكروباصات بقى والعربيات، الميكروباص 40% بيشيل 40%. احنا انت عندك يوميا حوالي 20 مليون راكب بيتنقلوا بين المحافظات المختلفه، الميكروباص بيشيل حوالي 40% من هذا الرقم، يعني بيشيل حوالي 8 فعندك عدد ميكروباصات مهول. وبالظبط، ويا ريته يعني، هي المشكله هنرجع ثاني للكباستي بتاع الميكروباصات، الطاقه الاستيعابيه بتاعتها. لكن في حين ان وسيله زي وسيله السكه الحديد في الركاب بتشيل 10% بس. يعني احنا بنشيل في السنه حوالي 400 مليون راكب، يعني يوميا احنا بنشيل في حدود مليون وشويه، مليون و200 الف راكب تقريبا. ده بالنسبه لقطاع نقل الركاب. المفروض العكس، المفترض ان السكه الحديد نصيبها في نقل الركاب يكون. طب قول لي دكتور احمد، هو زي ما بيقولوا ايه افضل الممارسات ايه يعني بره؟ ها يعني انت لما بتسافر بره احلى حاجه انك انت تركب اتوبيس عام بالزبط، وتلاقي كرسي ونظيف وجميل وبتاع، او تركب المترو نفس الشيء، او تركب القطر ونفس الشيء. افضل الممارسات بره ايه مقارنه بينا، وايه اللي المفروض نعمله عشان نوصل لده؟ طب احنا حابين نتكلم على منظومتين، في منظومه النقل بين المدن او النقل على المستوى القومي، في جوه المدن. خلينا نتكلم على المستوى القومي الاول. افضل حل طبعا ان هو النقل السكتي، ان هو اوفر تقريبا بالنص من النقل البري. نقل السكك، انت بتتكلم على سكه حديد، على قطر وعلى مترو وعلى ترام. وعلى ترام، بس انا بتكلم على النقل بين المدن دلوقتي، مش داخل المدن. الافضل الممارسات اللي انت بيبقى عندك قطاع سكه حديد قوي، بتستثمر اكتر في نقل البضائع، ان هو اللي بيصرف على السكه الحديد. مفيش سكه حديد في العالم بتكسب من نقل الركاب، ودي المنظومه اللي احنا شغالين بيها. لا احنا شغالين العكس، احنا شغالين بالظبط بنقل الركاب. احنا ما عندناش نقل بضائع، احنا بننقل
17000 كيلو بضايع في اليوم. 17000 طن بضايع في اليوم. ده ما كانش الحال زمان. ها زمان كنا بننقل 10%، يعني دلوقتي اقل من 1% 10% في السنه من ال 500 مليون طن. فكل البضائع بتاعتنا دلوقتي ماشيه في عربيات نقل في الطرق. بالظبط، عربيات النقل اللي في الطرق اللي هم بتتكلم في 400000 عربيه نقل، بتتكلم في العربيات اللي هي التريلا اللي هي ده غير كوارثهم وسوائلهم. ما تاني انت عندك معروض يعني طلب كتير قوي من نقل البضائع، المعروض من نقل من الوسائل اللي ممكن تنقل البضائع قليل جدا. انت بتتكلم مثلا في 75000 تريلا، بتتكلم في العربيات بقى المختلفه ربع نقل ونص نقل، يعني اجمالي المرخص منهم لا يتجاوز 450000 عربيه عشان تنقل. ايه البديل؟ 400 مليون طن. ايه البديل؟ البديل ان احنا، وده كان يعني مخطط استراتيجي، لازم تنشئ شبكه جديده مفصوله عن شبكه نقل الركاب لنقل البضائع. الشبكه دي في مخطط بيتعمل ان احنا نبني 3000 كيلو من، ودي مجديه ماليا للمستثمرين، يعني دي فيها فرص استثماريه. طبعا، يعني مثلا لو بنتكلم عن خط منهم زي خط السخنه حلوان، يربط مين يعني السخنه وياخد كل المجمع صناعات الاسمنت الموجوده في السخنه ويربطها بحلوان، وممكن تمتد لاكتوبر ومنها للدخيله. فانت بتتكلم على خط هينقل 10 مليون طن في السنه من الاسمنت بس، بلس ان هو ممكن ينقل تاني المنتجات المختلفه والبضائع المختلفه من مينا السخنه. فبتتكلم في عوائد استثماريه مجزيه، لان المستثمر يخش ويضخ فيها استثمار مباشر سواء في البنيه التحتيه او سواء في التشغيل. المشكله السكه الحديد انت ما ينفعش تدخل فيها قطاع خاص دلوقتي في نقل الركاب انه يستثمر في يستثمر فيها. ليه؟ عشان مش مجديه بالنسبه له، هو هيبني هيخش يشغل يبقى لازم ياخد منك فلوس، لازم تعمل معاه عقد تشغيل، العقد ده بقيمه سنويه او ليه محددات معينه حسب عدد الركاب اللي هتركب. طب مش حضرتك بتقول هو بيكسب وبيشغل من البضائع؟ ليه ما يبقاش في فورمولا ما بين الاثنين؟ بالظبط، معادله. بس نفعل قطاع نقل البضائع الاول، يبقى ندخل نعمل شركه، الشركه دي تبقى قطاع خاص، جزء منها ممكن يكون مملوك للدوله يعني، مش شرط، ممكن الدوله تبقى منظم بس، يعني مش لازم. وده دور الدوله يعني الاساسي ان هي تبقى منظم، ان هي تبقى منظم ورقيب. ودور وزاره النقل ان هي تضع السياسات والاستراتيجيات وتبقى وتحط محددات التشغيل والرقاب. تمام، وممكن هي تستثمر، يبقى جزء منها عائد استثماري. فده الحقيقه اللي احنا مفتقدينه، يبقى دور القطاع الخاص في نقل البضايع ده مهم بين المدن، انه يستثمر في السكه الحديد. عندنا 3000 كيلو لو اتبنوا ممكن يرفع لك من اقل من 4 مليون طن في السنه، تقدر تشيل اكتر من 70 مليون طن في السنه. يا نهار ابيض، ودول يتعملوا في قد ايه؟ يعني على حسب كل خط وحسب الاستراتيجيات المختلفه، فاحنا بنتكلم في مده زمنيه تتراوح من 5 لـ7 سنين لو الاستثمارات يعني موجوده وجد. تمام، 5 لـ7 سنين تقدر تبدأ، يعني انت عندك 5000 كيلو اصلا سكه حديد دلوقتي، تقدر توصلهم الضعف تقريبا في حوالي سبع سنين. والاهم من ده، 7 سنين في الوقت العادي مش في الوقت اللي مصر متبعاه دلوقتي. بالزبط. يعني في أنا الحركه السريعه بتالي ينزل اللي خلينا نبني شبكه طرق في 4000 كيلو في سنتين. بالظبط، يعني فاعتقد ان ده ممكن يبقى ينجز بشكل كويس. ده في القطاع النقل القومي او النقل على مستوى القومي. لما بنتكلم في قطاع النقل الحضري، فالصوره اللي هي بقى بنتكلم على المدن بقى على مستوى المدن. القاهره مثلا على سبيل المثال، انا دايما بقول ان القاهره الكبرى هي منجم ذهب لاي مستثمر يخش يستثمر في قطاع نقل الركاب. انت بتتكلم على القاهره والجيزه والقليوبيه؟ القاهره الكبرى، نطاق الثلاث مدن. يعني انت بتتكلم في 24 مليون رحله يوميا تقريبا دلوقتي بتحصل جوه نطاق القاهره الكبرى. المسيطر الموجود دلوقتي هو الميكروباص، هو القطاع الغير رسمي اللي هو الميكروباص ده بيشيل اكتر من 60% من الرحلات دي. المترو الانفاق، معلش بس انا حته القطاع غير الرسمي دي بحب احط تحتيها خطين. يعني ايه قطاع غير رسمي؟ يعني قطاع غير الرسمي اللي هو بيمشي على الطرق بتاعتنا وبياخد البنزين اللي كان مدعم باكبر من كده واللي ما بيدفعش ضرائب في الاخر، مش كده؟ مش ده اللي هو الغير الرسمي؟
هو ليه تعريفين. هو القطاع الغير مخطط انه ممكن يكون رسمي انه بياخد رخصه بياخد رخصه بالتشغيل على بعض الخطوط، لكن هذه الخطوط غير مخططه. غير مخططه ان لما بتنقل الركاب داخل المدن يبقى لازم ليه مسار، ليه محطات لنقل الركاب، ليه تسعيره محدده، سواء التسعيره دي مربوطه بمسافه نقل الراكب او مربوطه ب او هي فلات، يعني قيمه ثابته على مسافه الرحله. الكلام ده مش موجود. يعني كل زياده اسعار محروقات بتحصل بتبقى كل الدراسات بتقول ان الزياده المقابله ليها بتبقى في حدود 15% في تكلفه النقل، واللي بيحصل ان السواقين بيرفعوا قيمه المنقول باكثر من 200%. ايوه. لان يبقى كده في مشكله، هي يعني تقدر تسميها غير رسميه او تقدر تسميها غير مخططه. فالقطاع ده في مصر، قطاع نقل الركاب جوه داخل المدن، يعني جوه داخل القاهره الكبرى بالذات، قطاع جاذب للاستثمار. بس ما تجيش تقول للمستثمر خش ابني لي مترو. تمام؟ ما تجيش عشان ادي حوافز للمستثمر وشوف العائد هيجي لك ايه بعد كده. احنا برضو بنتكلم تاني، نرجع للمنظومه. المنظومه داخل النقل جوه داخل القاره الكبرى، بضرب بيها المثال اللي هي اللي فيها 40% من المشكله في مصر كلها، معتمده على حاجتين. يا مترو انفاق طوله 86 كيلو الخطين ونص، ونكمل الخط الثالث وبينقل 3 مليون راكب، 3 ل 4 مليون راكب، تمام؟ والباقي ال 20 مليون رايحين للميكروباص. على فكره في الطرق بقى وزحمه الطرق، مش بتكلم على العربيات ها؟ العربيات الخاصه بتاعتنا دي. لا انا بكلمك على الميكروباص، بتتكلم على الطرق وبتتكلم على التلوث وبتتكلم على زحمه وبتتكلم على حرق الدم وبتتكلم على 2 مليار لتر، بتتكلم على استغلال فلوس، بتتكلم على 2 مليار لتر بنزين سنويا بيتحرقوا في القاهره الكبرى، بنزين مفترض مدعم نتيجه الازدحام. بتتكلم على خسائر نتيجه الازدحام سنويا حوالي 6% من اجمالي الضغط الدخل القومي، بتتكلم في 45 ل 50 مليار جنيه في السنه. ده رقم رهيب، رقم مش سهل. عايزين نبص بقى كده على المقترحات الحل، ولكن نطلع بعد نرجع تاني بعد الفاصل، هنتكلم مع الدكتور احمد موسى خبير اقتصاديات الطرق وهندسه النقل عن افضل الاساليب. هو كلمنا عن بعض منها وهنكمل معاكم، ولكن بعد الفاصل. فخليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم الدكتور احمد موسى خبير اقتصاديات الطرق وهندسه النقل، بنتكلم على منظومه النقل في مصر. دكتور احمد، هل احنا محتاجين فكر مختلف في منظومه النقل في مصر؟ هو محتاجين اليه تنفيذ مختلف، بمعنى اليه تسمح تاني ان تطلع منظومه النقل من عباءه الدوله، وتسمح ان المستثمر تديله مشاريع جاهزه انه يخش فيها ويضخ استثمارات. احنا عندك استثمارات جاهزه حوالي 14 مليار دولار. يعني دي في فرص استثماريه في القطاع ده أكيد. يوصل ل 14 مليار دولار. تمام، فرص استثماريه مباشره. مش محتاجه، يعني بمعنى ان القطاع الخاص ممكن يضخ. عندك 14 متوزعه، سواء نقل البضائع بسكه الحديد، سواء المواني، سواء النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى. فأنت عندك مثلا في قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى عندك حجم استثمارات موجودة، مشاريع يعني تخش حوالي 6 مليار دولار، بس محتاجة إطار. 6 مليار دولار أنت بتتكلم 40% منها ممكن يبقى في القاهرة. 6 مليار ده للقاهرة بس. للقاهرة بس 6 مليار؟ أيوة. تمام،
بس انت قلت النقل الحضري، فانا قلت كل الحضري. انا بتكلم عن النقل الحضري، اقصد بيه بتكلم عن القاهره. انا دايما بقصد بيه القاهره. 6 مليار دولار فرص استثماريه في القاهره بس. في القاهره بس. بس لو طلعنا بره اليه ان انت عشان تنقل الناس لازم تعمل مترو انفاق. لا حضرتك مش محتاج تعمل مترو انفاق عشان تنقل الناس، انت محتاج تعمل منظومه متكامله من الوسائل المختلفه. المنظومه دي بيخش فيها وسائل ثانيه اقل في التكلفه وفي نفس الوقت نفس الكفاءه. زي ايه؟ زي الاتوبيس السريع البي ار تي او الباص رابيد ترانزيت. دول زي البرازيل فيها كوروتيبا مثلا او المكسيك او الهند استخدمتها عشان تحل، او حتى تركيا في اسطنبول بيسموه هناك المترو باص. نفس كفاءه او ساعه تشغيليه للمترو، بنشيل حوالي في الاوقات الذروه ممكن يشيل السيستم لغايه 50,000 راكب ساعه. في نفس الوقت عشر التكلفه بسرعه وصول الاتوبيسات. هو هي اتوبيسات، هي الفكره ان هو حتى كنا بندرسها اللي عامل زي الاكورديون دي اللي هي بتوصل، اللي هي الاتوبيسات المفصليه الارتيكوليتد. الساعه الاستيعابيه للاتوبيس الواحد توصل 270 راكب. 270 راكب. راكب بس هي النقطه مش في ده. النقطه في التشغيل ان هو بيمشي في مسارات معزوله، بيبقى في حلول للتقاطعات بحيث يدي اولويه للاتوبيس ان هو يمشي. اكيد مش مصطفى النحاس، اكيد انا مش بتكلم دلوقتي شارع عن مصطفى. عن شارع مصطفى النحاس، لا انا بتكلم على نظام متكامل في حل للتقاطعات، في تكنولوجيا في الاتوبيس، في حل عند المحطات نفسها تسمح في ادميه في النقل. ما هي يعني خلينا نتكلم ماس ترانسبورت، يعني وسائل نقل جماعي، يعني الناس بتحسبها ساعه استيعابيه للناس تقعد ناس تقف. بس في نفس الوقت ناس تقف بشكل عامل ازاي؟ الاتوبيس هل الجدول الزمني بتاعه واضح؟ المحطات التصميم بتاعها شكله عامل ازاي؟ التعريفه، وده شيء مهم. احنا عندنا مشكله في مصر في تحديد التعريفة النقل. هو دي بتتحدد ازاي بقى؟ بتتحدد النقل حسب اقتصاد النقل، حسب تكلفة الرحلة، التشغيل، راكب كيلومتر او راكب او سيت كيلومتر او مقعد كيلومتر، تكلفة التشغيل مع تكلفة التشغيل محسوبة على فترات التشغيل بتاع الاتوبيس او عمر الافتراضي للاتوبيس مع حجم الركاب. والدولة بتخش تحدد بس المكسب او المارجن ان البرايفت سيكتور او القطاع الخاص هياخده عشان تحمي طبقات معينة. وحماية الطبقات معينة ممكن تبقى بكذا حاجة، يعني للكبار السن، للموظفين، لمحدود الدخل، للطلبة ممكن تعملهم يعني بره الطلبة ليهم تعريفة، الكبار ليهم تعريفة، يعني كل فئة وليها تعريفه محدده. يعني بلد زي سنغافوره على سبيل المثال التعريفه اصلا بتتغير على مدار اليوم حسب الزحمه. ليه دايما بيقولوا يعني لما بنيجي نتكلم نقول ايه؟ نقول ما تشوفوا افضل ما تم تنفيذه او افضل ما تم ابتكاره وهاتوه نفذوه. يترد عليك على طول يقول لك ايه؟ مصر ليها خصوصيه. هي مصر تمام. ليها خصوصيه اكيد. ليه يعني المكسيك ملهاش خصوصيه مثلا؟ يعني كل دوله ليها خصوصيه، مفيش دوله بتاخد تجربه دوله ثانيه وتطبقها زي ما هي. دوله بتاخد التجربه بس بتدرسها كويس وبتبدا تعدلها بحيث توائم الظروف، بس توائمها بشكل علمي وتطبيقي. يعني مثلا انا ما ينفعش دلوقتي ان انا ابدا في تطبيق اصدار التذاكر او ان انا ادفع التذكره بتاعتي عن طريق الموبايل او عن طريق التكنولوجي بتاع الموبايل، لكن ممكن اخد تكنولوجي تانية موائمة زي الكروت الذكية. الكروت الذكية دي ليها كذا شكل وليها كذا فافصلها على مقاسي. افصل كل حاجة على مقاسي. تمام. شكل الاتوبيسات مثلا مش شرط شكل الكراسي وشكل الوف، مش شرط ان هو يكون يعني نفس الحاجه المطبقه في نيويورك مثلا. بس ممكن اعمل الخصوصيه بتاعتنا وده يبقى مجال للابتكار. اربط ده مع الشبكه القوميه للطرق اللي موجوده. الشبكه دي النهارده حضرتك اتكلمت على وسيله واحده وهي النقل عن طريق السكه الحديد، ولكن في وسائل اخرى ايضا على الشبكات دي ولا ايه؟
احنا بنتكلم شبكه نقل الطرق دي نقل بري، ملهاش علاقه بالسكه الحديد خالص. دي شبكه اتعملت للعربيات، سواء العربيات بضايع او عربيات بس حضرتك اتكلمت قلت ان لازم يبقى في شبكه سكه حديد علشان تحسن لك النقل البضائع اللي موجود وتقلل الكثافات اللي موجوده على الطرق كمان، وده الناتج عنه هيبقى تقليل حوادث بالظبط، توفير فلوس بالظبط، تقليل تلوث، تقليل حرق الدم. ده حقيقي يا ايمن بيه. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان الاستراتيجيه اللي جايه لمصر المفترض في قطاع النقل في خلال العشر سنين اللي جايه تبقى مركزه على حاجتين، مركزه على الجزء الاولاني هو السكه الحديد، الجزء الثاني هو انشاء مناطق لوجستيه كمان تربط المناطق اللوجستيه دي، تبقى مناطق ربط ما بين شبكه الطرق اللي اتعملت وشبكه السكه الحديد وكمان الموانئ. احنا عندنا مخطط لسبع مناطق لوجستيه في مصر ما اتعملش منهم حاجه لسه. منهم منطقتين يعني مهمين جدا، منطقه في 6 اكتوبر تمام، ومنطقه ثانيه في العاشر من رمضان. المنطقتين دول يعتبر في 6 اكتوبر ممكن تتربط بالعين السخنه، تتربط باسكندريه، يبقى عندك محور نقل تكاملي رابط شبكه الطرق الجديده اللي اتعملت ورابط سكه حديد، انت تعمل خط سكه حديد جديد من عين السخنه اسكندريه لمينا الدخيله. عندك العاشر من رمضان ممكن يتربط بخط سكه حديد بشكل مباشر لمينا مينا دمياط. ده بالاضافه الى طبعا محور قناه السويس وربطه بالقاهره. فانا شايف ان الاستراتيجيه عشان تقدر تدخل استثمار مباشر في الفتره اللي جايه، تقدر تعدل منظومه نقل الركاب بالسكه الحديد وتصرف عليها عشان تحدثها. الارقام اللي بنتكلم انت محتاج 45 مليار عشان تحدث السكه وتحدث نظام اداره السكه، هتجيبهم ازاي؟ محدش مستثمر مش هيقع، محدش هيضخ الرقم ده في تذكره مدعومه في قطاع بيخسر، يبقى لازم تنشئ قطاع ليه موازي، ليه عائد المستثمر يقدر يدخل فيه. العائد ده هيبقى يجي منين؟ اما من القطاع اللوجستي للمناطق اللوجستيه وادارتها، وانشاء شبكه سكه حديد لنقل البضائع بس. اتعملت في حته ثانيه قبل كده؟ اتعملت في كل الدنيا. يعني بلد يعني احنا مش حاله فريده، يعني مش حاله فريده. يعني برضو انت عندك موقع فريد، انت عندك يعني 10% من اجمالي التجاره العالميه بتعدي في قناه السويس. الرانك بتاعك قليل 18 على العالم في الكونكتيفيتي او بس ممكن يتحسن بشكل رهيب. عندك اقليم قناه السويس وده حاجه، يعني النهارده بنتكلم على الشبكه الموازيه تمام، بنتكلم على تشجيع القطاع الخاص بالظبط، بنتكلم على اداره مختلفه لمنظومه النقل في مصر وبنفس الاستراتيجيه. لازم تطوير الاطار التشريعي ده مهم، وتطوير الاطار التشريعي للقطاع النقل. الدور اللي هو التنظيمي للوزاره اللي هو يعني هنرجع برضو لدور الدوله بالزبط. الرقابه والتنظيم، الرقيب ومنظم بالظبط. دكتور احمد موسى خبير اقتصاديات الطرق وهندسه النقل، اسعدتنا بوجودك معنا. شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وزي ما قلنا قبل كده، العمليه مش اختراع، معموله في حتت كتير في الدنيا، ولا ينقصنا شيء في مصر. بكره برنامجكم اسواق وعمل.